أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُونَ شر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجوزا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا, وجعلنا <تبتغو> فولا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب

كتابي يلقاه منشورا <applause> اقرأ كتابك <applause> اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

انك انت العزيز الحكيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك